أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بأن مملكة البحرين استطاعت من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبفضل عطاء كافة أبناء البحرين وجهودهم التي يشكرون عليها وإخلاصهم لهذا الوطن من تنفيذ العديد من البرامج الوطنية وتحقيق المنجزات الكبيرة على المستويات المختلفة، والتي كان للتخطيط السليم والتنفيذ المتقن كبير الأثر في ذلك، مشيرا سموه إلى أن ما تحقق يصب في اتجاه تحقيق تطلعات وأهداف رؤية البحرين 2030. وأشار سموه إلى أنه بالنظر لما تحقق من منجزات منذ تدشين رؤية البحرين 2030 وحتى اليوم، يتيقن الجميع بصحة التوجه الذي نسير عليه ووجوب مواصلة السير باتجاه تحقيق باقي الأهداف التي تسهم في نماء وازدهار الوطن، منوها سموه بسهامات رؤية البحرين 2030 والبرامج والمبادرات الوطنية المنبثقة عنها خلال السنوات الماضية في تنويع الاقتصاد الوطني ومواصلة تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في توفير فرص واعدة للمواطنين والسعي نحو ترسيخ الأمن بما يحفظ المكتسبات ويدعم جهود العملية التنموية في المملكة، مشيدا سموه بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية أولية في برنامج التوازن المالي، ومشيرا إلى أهمية مواصلة تنفيذ المبادرات التي يتضمنها البرنامج بنفس الزخم ومضاعفة الجهود من أجل إنجاز كل ما تم التخطيط له في هذا الشأن، مشددا على أهمية الحرص على تحقيق الأهداف المرحلية الموضوعة للبرنامج عبر تكاتف الجميع ووضع مصلحة الوطن ونمائه كإحدى الأولويات خلال التنفيذ لتخطي كافة التحديات التي تواجه المملكة وتحويلها إلى فرص مع الحفاظ على جودة الخدمات والدعم المقدم للمواطنين. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة إلى مجلس معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني ومجلس عائلة كانو ومجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو ومجلس عائلتي المديفع والرحمة، حيث نوى سموه بما يميز المجتمع البحريني من قيم تجسد معنى التكافل الحقيقي ومواصلة السعي من أجل تحقيق كافة الأهداف الطموحة بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لزيارة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، مشيدين بما تحقق للمملكة من نماء وازدهار منذ تدشين رؤية البحرين 2030.